السلام عليكم، صباح الخوت، لاباس عليكم كلشي. وهذاك قصة جديدة تلاقينا فيها عاوتاني. قبل ما نبداو القصة ديالنا، فما عليك الا تهبط تخلي جيم، تخلي التعليقات حيت كنشوفهم كاملين. الناس اللي ما دايرينش ابوني ديروها. بغيتي دير المزيان مع القناة بارطاجيها مع اصحابك، عائلتك، ولا في وسائل التواصل الاجتماعي. الانستغرام ديالنا كاين في الديسكريبشن، حتى الصفحة ديالنا فيسبوك كاينة تما. سير شي بلاصة مزيانة، دير كيتمان مزيانين، تكالما مع روحك، ويلا بينا. يا 17 يا القرطاس، كلمة عندها ملحمة شيطانية ما كنتش كنظن لها الدرجة غيكون التأثير ديالها هو السبب في الظهور ديال ديوزينوس. أول ما نطقت بها حسيت بالتبوريشة اللي هزتني من الداخل ديالي. كان مزيج من القوة مع القوة زيد عليها القوة. شنو كتسنى مني نقول لك من غير القوة؟ والقوة راه هي كانت كل شيء بالنسبة ليا. ما كنتش كنحس بالضعف، وأما القوة ديالي غدرات بيا. اللي يقدر يحكم عليا من هاد الكلام بلي متكبر ولا خايب ولا قبيح، فراه إيمتى ولا كيتعطى الجبناء حق في التعبير؟ واخا شوية علينا. أنا سميتي كانايكا مايتاشي، العائلة ديالي صفحة بيضاء، بدلالة أو بأخرى ما عنديش عائلة. هادي بوحدها غتوحي لكم بلي ما عنديش نقطة ديال الضعف. كنتمي لواحد القبيلة صغيرة، قبيلة سيراما في جبال الصين. الوصف ديالي جسديا كنت طويل واحد شويه، الشعر ديالي كيميل اللون الاحمر، عيني كبار والبؤبؤ ديالهم كان بني. قصتي بدات من نهار تزاديت. الاب ديالي ما عرف عليه والو، والوالده ديالي توفات نهار تزاديت. عشت صغري في وسط فيلق اللي ما معترفش به دوليا، وتم النقل ديالي لهذا الفيلق هذا ولا لهاد القريه في نفس النهار فاش حليت عيني في هاد الدنيا. واللي نقلني هو زعيم الفيلق اللي سميتو هيمستوري جاكوناوا. العمل ديال الفيلق كان هو محاربة أي شخص كينتمي لمنظمة الشياطين وكيتقن الفنون الدموية اللي كترجع لمجموعات الذئاب. هما الملوك ديال هاد المنظمة اللي حمات الأرض في واحد الوقت بالاتحاد ديالها مع مجموعة من القراصنة والصيادين ديال الجوائز. هاد الفنون القتالية تم السرقة ديالها والتعلم ليها وتزاد في التطور ديالها بمجموعة من التعويذات حتى تحولت الفنون دموية قاتلة. الخدمة ديالها هي سفك دماء الأبرياء وعقد الصفقات الرابحة من قبل منظمة الشياطين. هادشي صنع رؤوس هرمية كتهدد سلامة البشر لمئات السنوات. على ما عرفت تم النقل ديالي للفيلق لسبب واحد، واللي كيتعتبر من القواعد اللي خلتني نكون ديوزينوس، حيت واحد من الأسلاف ديالي كان عضو من هذه السنوات في هاد البلاصة. باش تكونوا مرتاحين، ماشي الأب ولا الجد ديالي، الجد ديال جدي. مسألة راه بسيطة بزاف، فقط الغبي هو اللي غيكون باقي ما فهمش. الفيلق بصفة عامة توارد فنون دموية أيضا، وتم التطوير ديالها على حسب كل فرد وكيفاش كيتقاتل. كل واحد في الفيلق عنده مهارات لي خاصة كيتقنها غير هو فقط. ولا ما عارف أنا أنه كل شخص هنا وارد القدرات ديالو الدموية من قبل شي شخص من العائلة ديالو. يعني أنا وارد القدرات ديالي من جد الجد ديالي. ملي درت 14 سنة شفت الزعيم للمرة الثانية وقال لي بلي وصلت الوقت باش تولي واحد منا ودير شي حاجة تذكر بها كيف الأسلاف ديالك اللي كانوا من أقوى وحدين في الفيلق. بغيتك تبين للبشرية أنها محتاجانا أكثر من أي وقت داز. جاب واحد السيف اللي الشكل ديالو مربع في واحد النقوش اللي ماضية خارجة منه وقال لي هذا غيكون السلاح ديالك مستقبلا. هاد السيف ماشي سيف اللي عادي، كيف ما كتشوف من الشكل ديالو مربع خارجة منه 17 نجمة، كيحمل واحد الهالة اللي زرقاء ملي كيكون في الحوزة ديال الشخص الصحيح. وعندك حتى هاد السلاح هذا ديال القرطاس اللي متوسط الحجم، حتى هذا راه سلاح ديال الأسلاف ديالك. هاد السلاحات بجوج عندي عليهم غير هاد المعلومات حيت أنا براسي ما كنتش في ديك الوقيتة فاش كانوا عايشين. المهم هاد السلاحات غتاخذهم ملي غتكون واجد. تلفت لجهة المعاون ديالو قال ليه نيسيكو تكلف به. تم النقل ديالي لجزيرة مخفية بشي تعويضة، تماك لقيت 4 ديال الدراري وحدين اخرين بحالي
قرب لي شوية فلاش، كان من بينهم واحد الدري قصير شعره كان شاب، كان سميتو يوشي. هاد الولد بقى كيبكي بزاف، وكان معنا واحد الولد خور كيشبه في الشكل الهنود الحمر، كيبقى يغوت كل مرة وكان حاس براسو ما كيعياش. كان سميتو رايدون. في أول أسبوع لينا بدينا تدريبات العادية، مجرى بزاف لساعات اللي طويلة والحركات رياضية. ملي كيقرب يسالي النهار كنديرو معركة مع دوما، كلنا كنا كنخسرو حيت هاد الدوما كانت سريعة علينا. ملي كطيحنا في الأرض واكلين العصا كيجيو شي وحدين اللي مكلفين بينا، هذا هو الدور ديالهم. كيديونا كيلوحونا في واحد البركة ديال الماء، الماء ديالها بارد، وكنبقاو فيها لمدة نصف ساعة. من بعد كنطلعو منها وكنمشيو نقصيو. من بعد كنعسو لمدة 8 ديال الساعات، والخمسة ونص ديال الصباح كنفيقو. كنقصيو زلافة ديال الأرز وكاس كبير ديال الحليب. من بعد كنمشيو مباشرة للتدريبات، الجرعة والتاني والحركات. النهار التاني ما كانش بحال النهار الأول، دايرين لنا وحدين كيراقبونا فين ما كيوقف شي واحد منا كياكل شي ضربة اللي قاصحة اللي مؤلمة بزاف. ونفس الحاجة بقات كتعاود لمدة 10 أيام. الصعوبة ديال التدريب فقط اللي كانت كتزاد نهار على نهار. من بعد هذا الوقت الطريقة ديال التدريب بدات كتغير شوية بشوية. السيمانة الثالثة داروا لنا واحد التعويذة ديال أنك كتبقى توهم بكاع داكشي اللي كتعتبرو كابوس في حياتك، بمعنى آخر كتواجه الفوبيا ديالك. كاين اللي كيتخيل عائلته كتموت قدامه، وكل واحد على حسب النقطة ديال الضعف اللي عنده كيبقى كيتوهم. أنا كنت كنشوف نسخة من راسي وديك النسخة كتبغي تجرح راسها. في الأول ملي كاع ما عطيت لبلان شي اهتمام، ديك النسخة ديالي اللي كنت وهمها بدات كتصرف بوحشية وكتمزق في الأطراف ديالها. وفي واحد اللحظة تفاعلت معاها وبديت كنغوت بهستيريا، حسيت بحال أنا كنتألم واخا هي كتقطع في داك الشيء. كنغوت بزاف، اعترفت في داك الغوات ديالي بلي كانت آدا وبلي أنا ضعيف، وكنطلب باش ما يزيدش يأذيني ديك النسخة ديالي. كتقطع في الحما وأنا كنتألم كتر منها. النسخة ديالي كانت بحال شي شيطان حال فمو على الجهد وكيضحك، وفي لحظة بدا كيمزق في الأشلاء ديالو، جرح كرشو وبدا كيخرج في مصارنو. ومني كتفد العذاب كامل سمعت شي حد كيهمس ليا في ودني كلمة ما تخافش، ما تخافش انت قوي، سمعتها وسط من ودني. وسمعت هادشي مجرد هلواسة، هذا هو أول عدو ليك وانت قوي وغتغلب عليه. نهار على نهار غنكون فهمت باللي بديت كنفقد طعم ديال شي حاجة اللي سميتها الألم، ولا فقط إحساس. تعلمت كيفاش نخدع عقلي، وهذه حاجة اللي فعالة، نقوله بعقلي ونخليه تيق بلي أنا ما كنتألمش واخا أنا المفروض نكون كنتألم. تعلمت بلي الخوف الجبناء ماشي كيما تقال أنه الضعفاء. وباش نكون مزيان غنقول لكم ما تكونش جبان وما تكونش ضعيف، كون قوي. تفهمنا. كنت عارف دوك التدريبات ديال العذاب النفسي أني خصني نحارب داكشي براسي ونتغلب على المخاوف ديالي. واول حاجه بديت كندير لديك النسخه اللي كتبقى تبان ليا هي اني كنمشي لجهتها وكنبدا نضرب فيها حتى انا بالجهد، وكنغوت وكنرجع للور وكندير وضعيه الهجوم وكنهاجم بكل قوه عندي. كنهاجم وانا كنغوت بكلمه غنقتلك بصوت لي عالي. ومني بديت كندير هاد السياسه ديك النسخه ولا داك المسخ اللي كيشبه ليا ما بقاش. ديما الجمله ديال الخوف للجبناء، ما خصكش تكون جبان وما تكونش ضعيف، كون قوي، كدور ليا فراسي. نهار على نهار ملي بديت كنتغلب على هاد النسخة ديالي، دوك المكلفين داوني هاد المرة لواحد الينبوع ساخن، خلوني فيه لمدة ساعة. من بعد طلعت قصيت وقالوا لي سير ترتاح. كنت أول واحد تجاوز هاد المرحلة ديال الفوبيا. والغد لي كيف ديما الفياق بكري والقص من بعد نيشان التدريبات. السيريات ديال تراكسيون وتهز الثقل والجرى لمدة ثلاثة ديال السوايع بلا وقوف. وعليك الحراسة إلا مشيتي توقفتي تاكل العصا. جاو دوك المكلفين وبداو كيخدموا معانا مجموعة من الحركات اللي كترجع الجسم أكثر مرونة. نفس السيستيم بقينا خدامين به لمدة 6 أيام. من بعدها ولينا كنديروا الحركات لمدة ساعة ونص وثلاثة ديال السوايع ديال الجرة. من حسوا بينا تدربنا مزيان جابوا لنا ديك الضومة. الضومة اسم ديال واحد المونيكات إذا صح التعبير، الدومة بالعربية. هاد الدومة كانوا دومة قتالية، كنديرو معاهم كومبات. وهاد المرة النيفو ديالنا طلع ولينا كنكاليو الدق على راسنا وكنتجنبو أغلبية الضربات، ولكن باقي ما كنقدروش نوجهو لها حتى شي ضربة حيت كانت كتكاردي على راسها بزاف.
دوك الدميات بحال كانوا خدامين بشي طاقه داخليه كتخليهم يتحركوا بواحد الاحترافيه اللي كبيره. بقيت تدريب على هذا الحال حتى النهار الرابع، قدرت نولي نوجه للدميه هجمات اللي قويه ومن الفوق وليت سريع عليها. هنا دازوا معنا للنيفو الاخر، من بعد ما كنضربوا لي سيري ديال الحركات والجرى لمده 4 ديال السوايع كيعلقونا في الشجر من رجلينا، خصنا نبقاو نهبطوا ونطلعوا، ونفس التمرين تعود لمده 10 ايام. من بعدها بداو كيهزوا حشرات سامه وكيعرضوا الجسم ديالنا للساعات ديالها بكميات محدده. كل نهار كتزاد الكميه ديال اللسعه باش الجسد ديالك او اذا صح التعبير المناعه ديالو تقوى اكثر ضد السموم. السموم اللي ملي كانت كتشد فينا كتخلينا نبداو نهلوسو بدون توقف، التنفس كينقص والاكسجين بحال كينعدم. نهار على نهار كيزيدوا في عدد اللسعات، من بعد كل 3 ايام كيديونا لواحد البلاصه وكيجرحوا اي بلاصه فيها شي لسعه وكيحطونا في الينبوع، وحيت كان سخون كتحس براسك بحال كتسلق بحال شي بطاطا. دزنا من هادشي ديال السموم، والنهار الاخر انا عاقل بلي فقت غير بزز، ما قادش حتى نجري ولا ندير دوك السيريات، وفين ما وقفتي تاكل شي ضربه اللي خايبه، وما كنتش كنتدمر ولا ندوي. ديك الجمله ما عمرها سمعت مني، وديما فاهم بلي الالم والمعاناه ولو مجرد احساس مبقاش عندهم الطعم. مده 3 شهور اللي دوزنا ديال التدريب نهار على نهار، وملي سالينا رجعونا للمقر ديال الفيلق تلقى لينا الزعيم قال لينا كنظن خديتو دابا فكره صغيره على التدريبات اللي كتخضعوا ليها، ابتداء من غدا كل واحد منكم غيتدرب على فنون دمويه اللي غتكون خاصه به هو فقط بالمساعده من الايسوناتشي. الاسلحه ديالكم من بعد شهر واحد اخر عاد غتوصلوا بها، سيروا ترتاحوا. ارتاحينا ديك الليله، والغد ليه تم النقل ديالنا لواحد القريه اللي مهجوره تصاوبت خصيصا لنا، وكانت مصوبه بشي تعويذه يعني قريه اللي مخفيه. زاتشاي كان هذا هو الاسم ديال الشخص اللي تكلف باش يدربني. الرتبه ديالو في النخبه كيتصنف من العيون 9، وهذه من الرتب 3 الاولى. بديت معاه في التدريبات، وفي النهار الثاني بدينا بواحد الاسلوب ديال التنفس احسن من شي حاجه سميتها التامل ولا اليوغا. اسم الاسلوب هو تنفس الدماء الحمراء. هذا الاسلوب كان صعيب بزاف، والفكره باش تطبقه كانت اصعب. كيخصك تضبط سرعه دقات القلب بين كل مره كينبض فيها قلبك، ودقه دقه كتبدا تنفس. في الاول كتنفس فقط بجهه من نيفك، وكتبدا تحس براسك بحال ترخيتي، كتعض يدك اليسريه باش تحس بشويه الالم، وكتدخل كميه كبيره من الهواء من فمك دقه واحده، وكتفتح بعدها الفتحه اللي سديتي من نيفك في الاول واللي كنتي كتنفس منه من جهه واحده. هذا الاسلوب كياخذ مده 4 ديال الثواني فقط، ما كتزيد ما كتنقص عليها. هنا كتكون طلعتي من الادرينالين في مده اللي قصيره، ولكن بشرط تحافظ على التوازن ديال التنفس. هذا الاسلوب خدا مني 3 ايام باش نتقنو. من بعدها دزنا للفنون الدمويه، وتدربت على اول اسلوب ليا اللي كان باسم ثعلب المانجو الناري الهيئه الاولى. هذا الاسلوب كنستخدم فيه تنفس الدماء الحمراء، من بعدها ضربه خفيفه في اتجاه الخصم. الضربه كتكون سريعه بزاف، الشيء اللي كيخلي الخصم ديالك الا جات فيه يتوهم ليه بلي بديتي كتختفي وانت غير كتحرك في جنابه. فاش كيبدا كيستوعب خصك تنقز وتمايل وتضرب ضربه جانبيه جهه عنقه الله يصح. هذا الاسلوب يمكن يتطور، وهذه فقط الهيئه الاولى منه، كاينين باقي 3 ديال الهيئات وحدين اخرين. الهيئه الاولى بوحدها خدت مني 10 ايام باش نتقنها، من موراها بديت كنتدرب على نفس الاسلوب ديال ثعلب المانجو الناري الهيئه الثانيه اللي كانت عباره على ضربه خفيفه عاوتاني في اتجاه الخصم، ولكن هاد المره تعلمتي الطريقه ديال الخصم ديالك غيتصدى للضربه ديالك. فهنا كتحرك بسرعه كبيره وكتهبط للارض كامل بحال كتجلس قفازي، وكتمايل في بلاصتك والضربه بسرعه كبيره تحت من باطو، الشيء اللي كيخلي الجسد ديالو كله يتنمل لمده ثواني كافيه باش تقضي عليه. اما بالنسبه للهيئه الثالثه كتستخدم فيها واحد التعويذة اللي كتصنع منك جوج ديال النسخ كيهاجموا على الخصم، وانت كتكون في السماء كتهاجم من الفوق لجهه مركز الراس بدون ما يحس بك الخصم اللي غيكون مشغول مع النسخ ديالك، وكتقلع عليه المخ ديالهم بلاصتو. هادشي كله تقدر ديرو في 6 ديال الثواني. هاد الهيئة الأخيرة كانت صعيبة بزاف، وهي أكثر هيئة خدت مني الوقت بزاف باش نتقنها، حيت كتستخدم فيها التعويذة. داز الشهر الأول وقدرت نتقن فيه
فندموي واحد بثلاثة ديال الهيئات وتجمعنا مرة أخرى في مقر الفيلق. كل واحد منا تعطاه الأسلحة ديالو. ملي زيد داك السيف اللي فيه 17 نجمة في اليد ديالي تغير اللون الفضي ديالو اللون الأزرق كيف ما كان قال لي الزعيم هيمستوري جاكوناوا. بالنسبة لداك السلاح الناري الصراحة مازال ما عرفتش الميزات ديالو. هو ما كانش سلاح كبير وماشي النوع ديال بيستولي. هاد السلاح أول مرة كنشوفو حتى هو نفس البلان كيتغير اللون ديالو اللون الأزرق. من بعد جمعونا أنا ودوك ربعة ديال الدراري ودخل واحد من العيون التسعة اللي سميتو يوسوكا وقال لنا عندكم غدا أول مهمة في الجهة الشرقية على بعد 45 كيلومتر وغتمشيو دابا يلا غتوصلوا مع الوقت. صدمنا كاملين حيت حتى الأسلحة ديالنا عمرنا جربناهم من غير داكشي اللي تعلمناه في التدريبات. ولكن داكشي اللي كان مشينا وبعد ساعة وربع ديال الطريق وديال الجرى وصلنا للجهة الشرقية. كانت تما واحد المدينة اللي صغيرة سميتها قلعة الألعاب. دخلنا ليها والأصدقاء ديالها وبقينا كنتجولوا تما. لكن الغريب في الأمر أنه هاد المدينة ولا هاد القرية كانت عادية بحال أي قرية. الفرق بيناتهم أنه هنا ما كاينينش البشر. منين دارنا في الأصدقاء ديالها وما بان لنا حتى شي حاجة. واحد من الدراري اللي معايا اللي سميتو رايضون طبق واحد التعويدة تعلمها في الفيلق. هاد التعويدة كتخليها عنده واحد القوة كبيرة في السمع. وديك الساعة صاد واحد الصوت ديال الغوات وبدا كيجري لاتجاه الصوت وحنا تابعينه. من وصلنا لذاك الصوت كيبان لنا واحد الولد هز واحد اليويو ومعاه في جنبه واحد البنت اللي هزة واحد الحبل بحال داك اللي كيلعبوا به. مليوه قدامهم واحد السيد والدمايات خارجين من الجسد ديالو بين هو مول الغوتة. ملي شافونا دوك الجوج بداو كيضحكوا. نقزت البنت وقالت دجاجة بكامونة وتما تجي كتجري لعندنا. كانت باغا تبدا المبادرة من عندها وين تقدك الدري اللي معاها اللي غنفهم بلي سميتو كايوكو. قال لها حيدي للجنب هذا اللعب ديال الدراري ماشي ديال البنات. بقات كتشوف فيه وقالت لي واخا نعطيك خمسة ديال الدقائق لما كديتيش عليهم غنتدخل وكلمتي هي اللي غتولي كاينة. هذاك خونا ما تسوقش ليها. هز داك اليويو بين عينيه وبدات كتطلع واحد الطاقة رمادية وكتدور بداك اليويو. يلا تحرك خطوة وحدة اختفى ومبقاش كيبان. عرفت بلي هاجم. بدينا كنا كنتحركوا بسرعة اللي كبيرة وكندورو. كنت كنحاول نرصد الجسد ديالو اللي كان سريع. كان كيبان دري صغير ولكن هاد القوة كاملة ما تجي إلا من واحد اللي تدرب بزاف. تحت فينا موقف باش يتفادى أي ضربة ممكن تجي فيه. ولكن بداك التركيز ديالي الخفيف قدرت نرصد واحد الطاقة اللي رمادية اللي خفيفة كتحرك. فهمت بلي ديك الطاقة خارجة من داك اليويو ديال خونا. بديت كنتوجه ليه. في لحظة بدا داك اليويو كيطوال وكيدور وكيهاجم على الدراري وعليا. كنا كنتحركوا بسرعة ولكن كيدوز من حدانا بحال كيزقنا. حاولت نرجع للور ولعب هاد الاستراتيجية اللي غتخلي خونا يركز مع الدراري اللي حداه. شي اللي غيخليني يمكن نغفلو. فقدرت نقرب منه وطبقت التنفس الدماء الحمراء وهجمت أول هجمة ليا. فنت على بالمانجو الناري الهيئة الأولى. ضربة خفيفة في اتجاه الخصم حس بها واختفيت. لحظة فاش كيستوعب منين جاتو الضربة بالضبط. كنت مايل وكنضرب ضربة جانبية بالسيف. الغريب في الأمر أنو الضربة ما أثرتش فيه حيت فاش ضربتو رجعت واحد الكمية ديال الطاقة لجهتي. وخونا ما وقعت لي حتى شي حاجة تلفت ليا وكيضحك. هنا بعد منا شوية رسم واحد الدائرة في الأرض وبدا كيقول فشي تعويضة. تسوكو يومي ياريمو ماناشا مناطي شانتي شابنو ياريمي. تعويضة عرفنا بلي دارها في اتجاه اليويو. اليويو اللي كون واحد العنكبوت اللي كبيرة تكونت وسط من ديك الدائرة وبدا كيتحكم بداك اليويو. وفين ما حرك اليويو لشي جهة داك العنكبوت كيهاجم. العنكبوت طبعا ما كانش عادي. كل رجل عنده كيحمل فيها سم قاتل حيت اللون ديال رجلو كان خضر بزاف. داكشي علاش أي ضربة جاية منه خاصنا نتفاداوها وما تقيسناش. باش نوصل لكم هاد المشهد الملحمي ديال القتال ركزوا معايا مزيان. الشخص اللي كيسمي راسو هو القوي فينا هز واحد السيف اللي كبير الحجم على شكل منشار كدور به واحد الهالة اللي صفرا. هاد الشخص كان هو رايدون. رايدون تنفس الدماء الحمراء فنياكاكو لهب الغوريلا الهيئة الثانية شي اللي خلى الشوف ديالو يتزاد بزاف. فقدر انه يرصد المكان ديال الخيط ديال اليويو اللي كيتحرك بواحد السرعة اللي كبيرة وكيحرك العنكبوت وفهم التغرى فين كاينة. نقز الفوق ووجه واحد الضربة اللي قوية. ولكن صاحب اليويو غير المكان بالزربة. كان سريع بزاف. فتبعو رايدون وحنا تمنا جايين كنجريو من الله. وجه لي رايدون هاد المرة ضربات متتالية نفس المكان اللي كان رصد فيه ديك التغرى ديال الخيط.
ما جابهاش فيه، داكشي علاش داك القصير فينا اللي هز الكاتانا المائيه كانت كدور به واحد الهاله اللي بيضه وكان شعره شهب. داك اللي كان ديجا كيبكي سميتو يوشي طبق فن التنويم على راسو، هذا كان هو الاسلوب ديالو في القتال، تنفس الدماء الحمراء فن سيد الباق المائي الهيئه الثالثه ويقصد الهدف. ضرب بالكاتانا بحال الا ضرب بشي باق اللي كان قوي، وجهها لجهه الخيط ديال اليويو ولا ديك التغرة اللي كتوجه العنكبوت. فالخيط ديال اليويو اللي كيدوز الطاقه للهاله ديال العنكبوت تقطع. جبت السلاح الناري ديالي وبديت بسرعه كنتيري، كنت اول مره نجربو، هو على شكل مسدس ولكن الشكل ديالو صغير بزاف، غير هو كيطلق بزاف ديال القرطاس في نفس الثانيه، ولكن مول اليويو كان قوي بزاف قدر انه يتفادى الضربات كاملين ديالنا كاملين. هنا سمعنا الصوت ديال ديك كايوكو اللي كانت معاه، قالت لي صافي راه دازت 5 ديال الدقائق دابا غنتدخل. وداكشي اللي وقع، دخلت في القتال بداك الحبل ديالها كدور بها واحد الهاله اللي كانت ورديه. الحبل منين كيدور بجسد ديالها بديك السرعه كيبداو يخرجوا منه واحد السهام اللي كانوا كبار وكتهاجمنا بهم. دوك السهام فيهم واحد الطاقه اللي قويه اللي كتبقى تابعه للهدف واخا كيتحرك بسرعه. داكشي علاش تدخلت وعيطت على يوريكو، قلت ليها انا وياك ضد البنت، يوشي ورايدون تكلفوا نتوما بصاحب اليويو. جبت عاوتاني السلاح الناري ديالي وبديت كنهاجم به. يوريكو هز واحد القطار ديما هزو من مور ظهرو وبدات كطلع مع داك القطار واحد الطاقه اللي خضراء، وكل مره كيعزف في القطار كتخرج واحد الطاقه اللي هائله وكتمشي على شكل موجات صوتيه تجاه البنت اللي حنا مهاجمين عليها. واخا كتقارديهم كيدفعوا على اللور وكيبعدوها. في هاد اللحظه عزلنا البنت، ولكن هي استعملت واحد التعويذه باسم كوشيساكي، استدعت واحد الجسد ديال المراه اللي كبير، الفم ديالها مقطع من جهه الودن تل الودن بحال مبتسمه، كتحل فمها بحال شي تمساح كيتسنى في الفريسه ديالو، كتحنى للارض وكيبداو يخرجوا منها واحد الدائرات بحال دوك ديال المنشار اللي كيتوجهوا لجهتنا ديريكت، وكيفما حركات صباعها كيتحركوا دوك المناشير. قلت ليوريكو يتكلف بهاد الشيطان وانا غنتكلف بالبنت كايوكو، وبدينا القتال. القوه كانت متعادله بمعنى ضربه فيا ضربه فيك، زادت كايوكو في السرعه ديالها ولاو دوك الاسهم كيخرجوا من الحبل سرع اكثر وتزادت فيهم الصلابه لدرجه السيف ديالي مابقاش قادر يقاوم جميع الاسهم نهائيا. وفي واحد اللحظه ضربني واحد السهم من الله ما حسيتش به نهائيا، حتى كنلقى راسي مليوح في السما وطحت بعيد على الدراري. ملي بغيت نرجع كتبان ليا كايوكو جايه لجهتي بواحد السرعه اللي كبيره ومفعله طاقه الشيرينغان، واللون ديال عينيها كان مبدل. هاد البلان عنده شي مزايا اللي انا باقي ما عارفهمش. وقفت واستجمعت القوه ديالي بالزربه، تنفست الدماء الحمراء فنت ثعلب المانغو الناري الهيئه الثانيه، ضربه خفيفه في اتجاه كايوكو اللي قربت ليا، تصدات للضربه وانا اختفيت، تكمشت في الارض بحال شي كرتونه وتهزيت بسرعه وضربتها تحت من الباط ديالها. كي قصتها بيدي باقي ما ضربتهاش مزيان بعد الله، دوك الاسهم اللي كيخرجوا من الحبل ديالها داروا بها وداروا بحال شي ديره داير على الجسد ديالها كامل. فاش رجعت اللور هاجمتني بواحد السرعه اللي كبيره، كنت فهدف الاسهم ولكن جاتني واحد لك ما جيت صدري لاحتني اللور، ولكن ما بقيتش قادر نحرك الجسد ديالي مزيان، فقدت التوازن، حسيت بكل ضلعه فيا بحال تقسمات على جوج. ولكن ديك كايوكو مسس الماتش، بدات كتمشى بشويه وكتضحك وكتقول لي ما كنتيش ساهل. اللعب معاك كان ممتع ودابا نهايه اللعبه. بقيت ساكت وكنشوف. واحد اللحظه استجمعت القوه ديالي وبديت كنحس بالجسم ديالي ارتفعت الحراره ديالو بشكل كبير، طبقت تنفس الدماء الحمراء فنت على بالمانغو الناري الهيئه الثالثه. ظهروا جوج ديال النسخ مني هاجموا كايوكو، قبل ما نهاجم يوريكو توجهت هو هاجم عليها، جوج نسخ مني ويوريكو. فقفزت انا الفوق كيف العاده في هذا الاسلوب الاخراني، غنهاجمها من السما من الفوق لجهه مركز راس، وبدون ما تحس بيا ضربت قرطاسه ولكن استجبات وكحزت واحد شويه زيروها وما وسط منهم وانا نوجه ضربه بالسيف، جاتها في راسها ديريكت بواحد السرعه اللي كبيره، راسها تقسم من الوسط والسيف اختاق وجهها كامل. منين تختاق الجسد ديالها تلاشى ومبقاش تما كاع، غادي يكون في شكل هاد اللعيبه هادي علاش الجسم كيتلاشى وما كيبقاش ليه وجود. واخا غنشرح لكم، اي واحد كيطبق فنون دمويه وتعويذات على الجسم ديالو ملي كيموت واحد الشيطان من العالم السفلي هو اللي كيتشكل على واحد الشكل ديال واحد القطه اللي سميتها كاشا وكيدي معاها ديك الجثه وبسرعه اللي كبيره بلا ما نلمحوها احنا بعينينا. منين تلاشات كايوكو
ديك التعويذه اللي كانت دايره ديال ديك المراه اختفات حتى هي. فتوجهنا بجوجنا باش نعاونوا رايدون هو ويوشي. لقينا واحد الضفدع العملاق هز واحد الرمح اللي كبير ومقاتل مع رايدون، اما يوشي كيبان ليا ناعس ومبقاش كيتحرك. فتوجهت لجهه داك الضفدع، بدينا كنهاجموا عليه كاملين. الضفدع كانت سميتو يوجاما، كل مره كنقربوا ليه كيطلقوا واحد الدخان من فمو اللي الى وصل للرئه ديالك داك الدخان غتموت. وشاد داك الرمح كيبقى يتقاتل بيه بلسانه اللي كيبقى يتمدد المسافات اللي كبيره. جبت السلاح وفهمت بلي خصني نطيحه مول اليويو باش نقدر نغبر الضفدع هذا. فعطيت الفكره لرايدون، بداو دايك يستعملوا الفنون ديالهم، اما انا فالقوه ديالي كلها استعملتها ضد داك الضفدع. الا تخربق الضفدع مولاه تا هو غيتخربق. رايدون تكلف انه يديرها فاليا كاكو لهب الغوريلا الهيئه الثانيه بالسيف ديالو ولا جوج ديال السيوفه وزاد كبار الحجم ديالو، والطاقه اللي دايره بيه توهجات بزاف. دار في السماء وقصد ديريكت مول اليويو واختاق الجسد ديالو من الوسط. فقدرنا نقتلوه واختفى الضفدع، وبهكا كنا غنكونو كملنا اول مهمه لينا في الفيلق. الطاقات ديالنا تستنزفات بزاف، المهمه كانت بالضبط لينا. غنفهمو من بعد بلي هاد القتله اللي قتلنا بجوج مول اليويو هو وكاريكو هما ابناء واحد العائله ديال القتله مختصين في الاساليب الدمويه، وهادو هما الابناء الصغار ديال ديك العائله. ومن كثرة قتلهم الابرياء فكان خاص الفيلق ديالنا يصفي عليهم. منين سالت المعركه جاو شي وحدين من الفيلق لابسين واحد اللباس بيض. هادو ما كنظنش بلي كان عندهم شي مهارات، كانوا فقط ناس لي عاديين. نظفوا داك المكان اللي تقاتلنا فيه وهزونا دون المقهى، تما داووا الجراح والكسور اللي فينا. انا بقيت مغيب شي مده 4 ايام عاد فقت. فهاد المده وقعوا شي بلانات، هاد البلانات كلهم غادي نعرفهم من رايدون. رايدون هو اللي فاق الاول فينا. رايدون كان كيعيش في واحد البلاصه جبليه هو وعائلته الصغيره قبل ما يلتحق بالفيلق. كان في كل نهار في داك الجبل كيدوز المغامرات، كانت هذه الهوايه المفضله ديالو. وكان كيعجبو يتسلق دوك الجبال اللي التسلق فيها شبه مستحيل. كان تقريبا كيعيش غير في الخلا وكيصيد وياكل مغامره فين كيمشي عند عائلته. العنصر ديال الطاقه ديالو اللي كان كيمتاز به هو الارض. غنعرف منه بلي في ديك 4 ايام اللي كنت مغيب فيها ما وقعت شي حاجه اللي مهمه غير الماكله والراحه. ومن بعد ما فاق هو بشي يومين رجعوا للتدريب. الدراري فاقوا تا هما بجوجهم وكنت انا اخر شخص غنفيق. فقت في داك الصباح فطرت وفحصني واحد الطبيب ديال الفيلق خاص بينا. لقاني تشافيت من بعد تم النقل ديالي مباشره للبلاصه ديال التدريبات اللي ديجا سبقوني فيها الدراري. واحد القلعه اللي كانت كبيره داير بها واحد الصور. الشخص اللي مكلف بالتدريبات ديالنا كان سميتو اكيمي من الرتب العليا، كان هو في الرتبه الثانيه ديال جاشا دوكورو. التدريب معاه كان جدي بزاف. في 7 ايام الاولى تدربنا معاه على السفل والطاقه القصوى ديال تنفس الدماء الحمراء، اما بالنسبه للسفل فكنبقاو كنجريو لمده طويله وحتى السباحه ونغطسو تحت الماء بزاف. هو كل مره كان كيزيدنا في السرعه ديال لونطريما. النهار الاول ترينينا 5 ديال السوايع ديال الجرى، كتجري نص ساعه متابعه وكتستراح 2 ديال الدقائق وهي غاده. من بعد بدينا في التدرب على تنفس الدماء الحمراء. كان اكيمي كيطبق واحد التعويذه اللي كيصاوب بها واحد الكرات هوائيه، كندخلوا في ديك الكره وكنحاولوا نطبقوا الاسلوب وسط منها، شي اللي كان صعيب بزاف. مع الوقت بدينا كنقدروا نطبقوه ولكن لمده اللي قصيره فقط، والمده اللي كانت في هذا التمرين هي 10 ديال الدقائق ديال التنفس ديال الدماء الحمراء. بقينا على هذا الحال حتى وصلنا لديك المده. من بعدها بدينا كنتعلموا فنون دمويه اللي جديده وتعويذات لي منها استدعاء كلب راكون. هذا واحد الكلب كيعاونك في القتال وبزاف ديال الحوايج اخرين، حيت عنده واحد الميزه ديال تغيير الشكل. وهذا الكلب كان سميتو تانوكي. اكيمي عاوننا حتى في تطويره من النيفو ديالنا في القتال، بحيث خدم مع كل واحد فينا حتى اكتشف الميزات اللي في السلاح ديالو. انا ما كنتش كنعرف نهائيا الميزات ديال سلاحي، كنت كنعرف حاجه وحده هي نتيري به. هاد السلاح ما كانش بحال اي سلاح، واللي كيميزو هي انه ما كيحتاجش الذخيره. غريبه شي شويه ياك. انا براسي ملي عرفت الميزات ديالو تصدمت الصراحه. واول ميزه فيه واللي هي يمكن نحولو للقناصه ولا يتخدم على شكل داك الخيط ديال التنقل بحال اللي في الزيب لاين. كتحدد البلاصه فين بغيتي كتيري وكيصاوب واحد الخيط، كتطلق منه واحد الخيط اخر اللي قوي بزاف في البلاصه فين بغيتي تلصقو، وكتقدر به تحرك بين دوك جوج خيوطه. هاد المره تاني خضعنا لبزاف ديال التدريبات اللي كانت قاسيه، اللي منها كتحط في واحد الغرفه اللي كبيره
ما فيهاش ولو صوت ديال دبانه كتزنزن. ملي كتنطق فقط بكلمه واحده كيبقى يتسمع التردد ديالها لبزاف ديال المرات، وكتبقى تدور ديك الغرفه بالزربل شي 10 ديال الثواني. اللون ديال الغرفه كان كله احمر، وكيبقى يدخل عندنا اكيمي كل 5 ديال السوايع، كيشبه ناصا وكيخرج وهو كيضحك وفرحان. لا بغينا نهاجمو عليه ولا بغينا نغوتو، كتبدا تدور ديك الغرفه بسرعه. اما هو كان كيتحكم في راسو، حنا كنا كندورو معاها، كتشدنا واحد الدوخه اللي خايبه. عايشنا تما العذاب النفسي، ما كانش كيحسب لينا بلي راه هاد البلان راه والو قدام داكشي اللي جاي. تخيلوا معايا النهار الرابع لينا تما، ما كناش كناكلو شي حاجه من غير الماء بوحدو، هو اللي كنا كنرجعو به شويه من الطاقه، وكيعطيونا مرة شي حاجه من المكسرات باش ما نفقدوش الوعي. النهار الخامس دخل وبدا كيستفز فينا اكيمي. هاد المرة كاع ما جاب معاه الماء حتى هو، وما جاب والو. فاش تعصب رايدون رفع عليه صوته، اكيمي شاف فيه ويصفق ومشى خرج من الغرفه اللي بدات كدور بواحد السرعه اللي كبيره. المده اللي طويله هاد المره ملي وقفات، بدات الحراره كتطلع في الغرفه بواحد السرعه كبيره، بحال الا حنا في داخل شي فران لمده 3 ديال الدقائق. تحولت من بعد ديك الحراره للبروده، وكلشي بدا كيترعد، واحد الاحساس كان في شكل. ومن بعد ساعه كلشي غيب لمده 3 ديال السوايع. ملي فقنا كنلقاو الدم في الغرفه بحال شي بيركه ديال الدم. في الاول حسب لينا باللي غير حنا اللي كنهلوسو، ولكن بان لينا واحد المخلوق انسان ولكن ضعيف بزاف، بين بلي ما واكلش مده اللي طويله. كان الهيكل العظمي ديالو كيبان، ومطراسي عليه واحد الجلده اللي رقيقه. تمجيل جيتنا بخطوات اللي بطيئه، كل خطوه كان كيدير فيها حنا كنحاولوا نديروا شي رده فعل. ثقوا فيا الا قلت لكم ما كناش كنقدروا حتى نتحركوا من بلاصتنا. ملي قرب لينا بزاف بدا كيدوي وقال لنا مرحبا بكم في لعنة الغرفة الحمراء، وانتوما ضيوفي والضيف خاصك تهلا فيه مزيان. وانا كنتقن هاد الحاجة بزاف، هز عليا نتهلا في الضيوف ديالي، شنو تشربوا؟ غير قولوا ليا دويو مالكم، واش لسانكم كلاتو القطة؟ واخا انا غنلعب معكم اول لعبة، وطبعا كلشي غيشارك وغيلعب، وما كاينش اللي كيقول الكوساجي لا، باش نكونوا متفقين. يوشيا الخوت بدا كيغوت بالجهد وكيطلب باش ما يقتلوش هاد الكوساجي. الكوساجي ما عجبوش الصوت ديال البكا كاع، قال لنا سكتوه ولا غنعاقبكم كاملين. ديك الساعه قال لي رايدون بصوت عالي، عاقبنا دابا نيتيا الشيبانيه الكوما ديال العظام، واش كتسنى منا نحتارموك؟ لا ما يمكنش. وين تقيوريكو؟ قال لي انت اصلا مجرد نكره محبوس هنايا، ما عندك حتى شي قيمه غتزيد على هاد العالم. قال لنا واخا، ويتلفت لجهتي قال لي وانت واش باقي لسانك في كرش القطة؟ قلت لي بكل ثقة، أنا من نهار تزاديت ما عندي ما نخسر في هذا العالم الوقيح، عايش بحال شي آلة فقط، تسلب مني كاع اللي كنت كنملك حتى من الشعور ولو بالحزن مشى. أنت إلا ما كنتيش كتحمل الصوت ديال البكا، أنا راه أي حاجة كتوقع ما كتخلي فيا حتى شي آثار، تقدر تبدا بيا أنا الأول في اللعبة ديالك. قال لي ما عندي ما نقول، الضيوف ديالي هاد المرة ماشي بحال كيف قبل، واللعبان بداو مع هذا اللي كيدوي وقال ما كنخسر والو. حقو لي الأمنية ديالو. فهاد اللحظة غوت بالجهد يوشي، قال لي لا بلاتي بدا بي أنا الأول. تصدمنا كاملين من ردة الفعل ديالو، حيت كان هو أكثر واحد فينا كيخاف. فهاد اللحظة اختفى داك خونا، واختفى داك الدم اللي كان في الأرضية، وتم داخل أكيمي. قال لنا على سلامتكم نجحتوا في هاد الاختبار، غنفهموا منو بلي هاد الاختبار كان فقط باش يشوفوا واش غنساعدوا بعضياتنا، واش غنكونوا فرقة اللي مخلصة لبعضياتها. خرجنا من تما وارتحينا شي يومين، ورجعنا للتدريب عاوتاني، ومن بين الفنون اللي تعلمنا فن نسخ الظل، كتفرق القوة ديالك على مجموعة من الظلال اللي كتبقى تقاتل بنفس الأساليب باش كتقاتل نتايا، وقدرات الخلود. هاد البلان إلا شي واحد فقد جزء كبير من الطاقة ديالو، كتبقى واحد التعويضة، وكتقدر تستنزف الطاقة ديال الخصم ديالك كاملة تخليها في الجسد ديالك، ولكن كانت صعيبة بزاف، ما كيقدر يطبقها إلا الأعضاء اللي من الرتب العالية. تعلمنا حوايج أخرين من غير هادشي. غادي نعرفكم على باقي الفنون ملي نكون في شي قتال. تم النقل ديالنا عاوتاني لمقر الفيلق، وهاد المرة مشينا مع قائد الكتيبة، وملي وصلنا لقينا تما 4 من عشيرة الأزومارو، وواحد من الحكام الثلاث اللي سميتو كاشيباي. عيط لي أنا بوحدي وقال لي أجي، مشيت على ما بان ليا كيتناقشوا في شي موضوع اللي مهم. قال لي داير لي معاك وليتو دابا فرقة وحدة، أنت اللي غادي تكون رئيس ديال المجموعة، تقدر تنصرف دابا. رجعت لعند الدراري، قصينا مزيان وارتاحينا تما.
الغد اللي فطرنا وتسلمنا مهمة جديدة، والوجهة ديالنا هاد المرة كانت مدينة شانغهاي، مدينة اللي كبيرة في جمهورية الصين الشعبية. هاد المدينة فيها ناس كتير بزاف، وفعلا تكلفوا بوسائل الرحلة حتى وصلنا لتما. وأول حاجة درنا هي تنشيط المنطقة اللي حددوا لينا. الناس تما كانوا كتير بزاف، وهذا كان بحد ذاته عائق كبير بالنسبة لينا، حيت كيف سبق وقلت لكم هاد المدينة كانت كبيرة. اتفقت أنا مع الدراري وطلعت لواحد البلاصة عالية في داك القنت، جلست للأرض وسديت عينيا وبديت كنطبق فن عين البومة. هاد الأسلوب كيبغي كمية كبيرة ديال التركيز والتنفس، كيخليك تشوف بعينك إلا كاين شي واحد قريب من منظمة الشياطين في الأنحاء، كتعرف الاتجاه ديالو فين كاين، ودغيا حددت الاتجاه ديالو فاش حليت عينيا. درت الإشارة للدراري وتبعوني، كنا كنجريو فوق من الضيور في الأسطح، حيت باش تجري تما في الشارع فكرة مستحيل تطبقها. ملي قربت للبلاصة جبت أنا السلاح ديال القرطاس، بدلت ليه الهيئة ديالو سنايبر، وبديت كنشوف خونا فين كيتحرك. هاد خونا هذا كان في الأول مع الفيلق، ولكن خانهم ولا مع منظمة الشياطين. منين حددت المكان ديالو بقيت مراقبه، خبرت الدراري وخلينا حتى بعد على الزحام والهراش، ولكن حتى هو حس بينا، عرف بلي مراقبينه. مشى كيجريو دار مع واحد الزنقة اللي كانت مظلمة، تبعناها حنا لتما. منين دخلنا مع ديك الزنقة ممكن حتى شي حاجة، الزنقة كانت مسدودة، شفت في الأرض وبان ليا واحد القادوس محرك واحد شوية، فجريتو باش نكتشف بلي كاين واحد النفق كبير كيدخل تحت من الأرض. هبطنا معاه وتمينا غادي كنجريو، وحنا غاديين وصلنا لواحد البلاصة اللي خاوية، بان لينا خونا قدامنا ومتاخد وضعية الهجوم وكيلعب بواحد الكارطة في يديه ودايرة بالجسد ديالو واحد الهالة اللي كان اللون ديالها حمر. إذا الشخص اللي ضدنا من التحق بالشياطين ولا دابا من رتبة شياطين البودور العلوية، وهذا القتال فهمنا بلي ما غيكونش قتال عادي كيف اللي دوزنا من قبل. استعدينا كاملين للقتال، أنا من الجهة اليمنية ويوشي حدايا من اليسار، حداها غايض ويوريكو شاد الجهة الأخرى، وحيت العدو ديالنا كان شخص واحد فكنهاجمو كاملين دقة واحدة. مع ذلك القوة ديالنا ما كانتش كافية، نقدر نقول أنه كان متفوق علينا شوية في السرعة والخفة اللي هي من الاختصاص ديالو. هز القبعة ديالو وبدا كيخرج منها كرات نارية، إلا ما خانتنيش الذاكرة ديالي فهاد الكرات سميتهم كاشيبي. تأكدت منها مني اصطدمات وحدة من دوك الكرات مع السيف ديالي وتقسمات على 12 قطعة، وديك 12 قطعة توجهات عاوتاني ليا كتهاجم، ولكن قدرت نتفاداها. ملي اكتشف بلي راه هاد الهجوم ديال الكرات مقدا معانا والو، هز القبعة ديالو وبدا كيدير فشي حركات غالبا غيكون كيطبق فشي تعويضة. ملي سالا ظهر واحد المخلوق كيشبه للقرد وقال لنا يوريكو حضيو راسكم، هذا راه قرد ساتوري يمكن ليه يقرا جميع الافكار ديالنا، ولكن بالنسبه للقوه فما عندوش قدرات قتاليه نهائيا، يعني كيبقى مخلوق ضعيف. يمكن لينا نتغلبوا عليه في جوج ديال الحالات. قلت له شنو هما؟ قال لي اول حاله الا كان بدون حمايه، وطبعا دابا راه كيحميه الشخص اللي استدعاه، والحل الثاني هو نتقاتلوا بدون تفكير، يعني نتقاتلوا بعشوائيه بلا ما نفكروا في الخطوه اللي بغينا نديرو. ديك الساعه انتقدك خونا اللي كان قدامنا، قال لنا صاحبكم عنده الحق وما غتقدروش تقيسوا القرد. وقيل نسيتو شكون انا، انا يا ماكو. قال لي رايدون انت الخائن، قال لنا اه الخائن اللي كيقدر يقرا الافكار واللي في الاول كان من جماعه اكلي لحوم البشر، واش دابا ما غنكملوش القتال شتكم وقفتو؟ قال لي رايدون ترى حاجه اللي كتقنها دابا هي الترتره. بدا كيضحك بجد ويقول لي يوريكو وفر الهضره ديالك والضحك ديالك. بدينا كنستفزو بالهضره، الطريقه اللي تعلمناها فاش كنا في الغرفه الحمراء. استفزاز بالهضره كيخلي الخصم يفقد الثقه ديالو دقه دقه، وتبقى انت تشكر راسك على اساس انك اقوى منه. منين تستفز بزاف خارج القوه ديالو كامله، على حساب علمي كيستدعي واحد من الشياطين العظمى، ففهمنا بلي القتال ما غيكونش ساهل. الجسد ديالو بدا كيتضخم كتر وكتر وهو كيضحك بالجهد، بقى كيكبر كيكبر حتى ولا عملاق. من بعدها ضار بي واحد الشيطان، الشكل ديالو كان كيخلع راسو ويديه ديال الطبع. اما انا فاستدعيت بسرعه كالبراكون تانوكي باش يعاوني في القتال. من بعد استخدمت فن نسخ الظلال ولو مني ثلاثه ديال النسخ، وبديت الهجوم ديالي في نفس الوقت. رايدون ملي شافني هاجم تبعني هو والغوريلا اللي استدعى اللي سميتها الوحش المجنح. القتال كان ملحمي، تدخل يوشي بعد ما قام بالتنويم المغناطيسي لراسو كيف ديما،
وفي الجانب ديالو استدعى الزعيم الاسمر. هذا هو الاسم ديال الوحش ديالو، واخر واحد كان هو يوريكو. استدعى الوحش ديالو اللي كان عباره على قط اللي كان اسود وكبير، وتعويذه القط كانت من عهد الفراعنه. منين هاجمنا بحال شي ايد وحده قدرنا طبعا نتفوقوا عليه شويه. يلا قدرنا نقضيو على القرد ساتوري، اما الاخر ما قدرناش نقيسوه. القرد اللي كان كيقرا الافكار مشى. بديت كنرجع للور كنهاجم بالسلاح ديال القرطاس، كنرتاح وكنعاود نهاجم بالسيف. هادشي ما كانش كيأثر على الخصم ديالنا، حتى حنا باقي ما استخدمناش مع القوه ديالنا كامله. كنا مقاتلين بواحد المعادله اللي صعيبه. كنتقاتلوا ثلاثه معاه، واحد كيستراح وكتبقى كدور الصمته. ثلاثه كيتقاتلوا، كيمشي واحد يستراح كيرجع كيمشي الثاني. كنبقاو غاديين بحال هكا، وكل واحد كيستراح شويه باش ما نستنزفوش الطاقه اللي تكون كبيره من القوه ديالنا. باش نزيد نقربكم من القتال اكثر، غنعاود لكم التفاصيل الصغيره الكبيره. ومدا لكم من جهه ديالي، درت التنفس ديال الدماء الحمراء الطاقه القصوى، فنت على بالمانغو الناري الهيئه الرابعه. هنا كنصنع واحد الدوامه ديال الطاقه على شكل خاتم، وكتبقى تدور بالسيف، وكنمشي بسرعه اللي كبيره. وطبعا هذا الاسلوب حيت تدربت عليه مزيان كنقدر نراوغ جميع الضربات ديال الخصم. والضربه ديالي كنوجهها لي لسدرو، صدم اللي شاف الدم حيت تجرح، تعصب بزاف وبدا كيلعب بديك الكارطه بواحد الشكل بهلواني، وكتغير الشكل ديال الكارطه بزاف ديال الاشكال وكيوجههم لجهتنا. الكارطه كتولي ماضيه بزاف، تقدر تختار الجسد ديالنا. جاو فيا شي ثلاثه تدقوا ليا جهه كتفي، وهذاك كيضحك بداك الصوت. منين ضربني بدوك الكارطات ديالو نطق، وقال لي واش كتعرف داك المثل الياباني اللي كيقول ان لم نكن ترياق فلن نكن السم. الجسم ديالك من بعد شويه ديال الوقت غيولي بدون فائده حيت تفرز فيه بزاف ديال السموم. انا فعلا الخوت حسيت بشي حاجه غاديه وكتصدفق في الجسد ديالي، فرجعت للور وبديت كنوجد في مجموعه ديال التعويذات الدمويه. وانا كنوجد فيهم يوشي كان قريب ليا، الزعيم الاسمر اللي مستدعيه يوشي مشات منه بزاف ديال الطاقه حيت الشيطان اللي كيحمي ياماكو كان قوي بزاف. فيوشي تنفس الدماء الحمراء الطاقه الكامله، فن سيد الباق المائي الهيئه الثامنه. بدا كيجري بواحد السرعه اللي كبيره على شكل نجمه، وكيحاول يقرب الجسم ديال ياماكو. ياماكو كيحاول يهجم عليه ويتهز بالطاقه ديال الماء من التحت، وضربوا لجيت راسو بقوه اللي كبيره. الشيطان اللي كيحمي ياماكو ضحى براسو ومات، وبقى غير هو. هاد الاسلوب كان صعيب بزاف، وكيمتص جزء اللي كبير من الطاقه ديال المنفذ. فهاد اللحظه غايضون ويوريكو ولاو هما اللي مقاتلين مع ياماكو، اللي تزادت السرعه والخفه ديالو كتر حيت بدا كيحس بالخوف، الشي اللي خلاه يستخدم القوة ديالو الحقيقية كاملة. غفل الدراري وبدا كيعطيهم ضربات اللي قوية، الشي اللي خلاهم يرجعوا للور. وهنا بدا كيستجمع القوة ديالو كاملة. وخا الجسم ديالو كان عملاق، بدات كدور به واحد الهالة اللي كبيرة بزاف، واللون ديال الجسم ديالو تغير كاملو اللون ابيض. بدا كيجمع في الطاقة اللي كبيرة بين يديه في واحد الكرة، هذه هي سازيناشي المثالية. قلت يمكن وصلت النهاية ديالنا. هذه ماشي مبالغة مني ولا شي حاجة، ولكن كتبقى هي الحقيقة، حيت القوة ديال المستعمل ديال هذا الفن كتسلب منه كاملة وكتجمع بديك الكرة. وخا انا وصحابي هنا باقيين صغار، ولكن إلا كانت هذه هي النهاية فراه شرف لينا كاملين. فاش غيوجهها لجهتنا اختفيت بسرعة وبديت كنجري مع الجناب. فهم بلي غندير شي هجمة، عطيت أمر للدراري باش يهجموا كاملين لجهة ديك الكرة بحال بيضحوا بريوسهم. إلا ضرب شي هدف قريب ليه بديك الطاقة كاملة غيصدق قاتل تراسو، يعني مغيقدرش يديرها. بدا كيحاول يبعد باش يضرب بالطاقة، وأنا جاي من موراه كنتسلت. وجهت لي واحد الضربة قاتلة من الخلف، جيت ظهرو بالسيف ديالي اللي اختاق الجسد ديالو في الوقت اللي ضرب الطاقة قدامه. كنا تلاحينا الله حتى هو، ولكن كنا مصابين. أما هو فكان الجسد ديالو تحول لأشلاء، كلشي طايح وما قادش يتحرك. بعد ما ربحنا في القتال جاو نفس خوتنا عاوتاني من الفيلق لابسين داك اللباس الأبيض، بدو كينظفو في المكان وهزونا داونا للمقهى. تما داوو الجراح والكسور اللي فينا وتحينا. ملي ولينا مزيان داروا لينا تكريم، وكان في الزعيم هيمستوري جاكوناوا والحكام الثلاثه كينيغاماي وكاجاشين وكاشيباي. عرفت من كلامهم ان الشخص الخائن اللي قتلنا من بعد ما خرج من الفيلق ديالنا ولا هو اليد اليمنيه ديال زعيم منظمه الشياطين. وشحال واحد ما قدرش يقتلو حنا قدرنا نديروها، وكل ما ربحناش كانوا غيتدخلوا الحكام الثلاث باش يطيحوه. وبسبب هذا الانجاز الرتبه ديالنا ترقات للرتب العليا، وبقينا في التدريبات مع الفيلق ديالنا.
وقررت أني نجلس ونعود لكم هذه القصة. تهلاو أصدقائي، القصة سالت، القصة من كتابة الديب ستوريز. واحد دري يدير واحد الشين كيدير القصص، غتلقاو الليان ديال القناة ديالو في ديسكريبشن. وقيلاش أسبيرا مسكيليبا هو من ميزانيم وهذا. المهم قلت غنحط لكم هذه القصة، ما عرفتش واش غتعجبكم ولا لا. مول القصص على القناة ديالو في ديسكريبشن، وعنده قصص بزاف في القناة ديالو. إلا بغيتو تدخلوا تزوروه غنكون فرحان، وتخليوا لي تعليقات وتابوناو عنده. المهم هانتوما سمعتوا القصة، تخليوا لي الرأي ديالكم، شي اللي عجبتكم بزاف نقدر نكون منها كمالة. يلا، أحبكم في الله، ليلة سعيدة، أديوس أميغوس.